المواطنين لأجل الحوار دورك، وهو أحد البرامج بتاعت أمارينت أطلقته في عام 2012 كرد فعل على الأحداث التاريخية اللي حصلت في المنطقة. البرنامج بيركز على الدول العربية، تحديدا الثمان دول في جنوب المتوسط العربية بالإضافة لليبيا وسوريا. البرنامج أيضا مدته من 2012 حتى نهاية 2014 كالمرحلة الأولى. وأعتقد أنه من الجدير بذكر أن احنا أنا أنوه أن البرنامج ده تم بناؤه بالاسلوب تشاركي مع المجتمع المدني، يعني معظم الافكار والاحداث اللي فيه بتحصل كانت جايه من توصيات الشبكات بتاعتنا او شبكات أمارينت بتاعت واقتراحاتهم. ايضا البرنامج تقريبا تمويله في حدود 3 ملايين يورو بيصرفوا على الثلاث سنين، وبيركز على مجموعه من الاهداف هذكر منها اثنين ببساطه. هو بناء قدرات المجتمع المدني العربي وتشارك المعرفه والخبرات والتشبيك ما بين المجتمع المدني العربي والقرى المتوسطه. يمكن الجديد هنا وجود عمليه نقل خبرات وتشارك جنوب جنوب او عرب عرب بتمويل اوروبي. نتمنى في المستقبل ان يبقى في تمويل من دول اخرى ايضا. واعتقد ان افكار الشبكات ومن خلال ما احنا بننفذ البرنامج في افكار جديده كتير ممكن بيها نبني المرحله الجايه من البرنامج. مجموعه من المواضيع بنركز عليها باساليب مختلفه زي التعليم من اجل المواطنه، الفنون والتغيير، او مشاركه الشباب في الحوار المحلي. وعاده ما بيتم طبعا تنسيق زي عاده انا ريند في معظم برامجها مع الحكومات المحليه ومع شبكات انا ريند في كل دوله. ايضا من الجدير بالذكر ان موضوع المشاركه والمواطنه في اللحظات دي اعتقد محاط باهتمام بشكل خاص نظرا للاحداث اللي بتحصل، ولا اعتقد ان احنا ممكن نعمل ده بدون بناء الافكار نفسها مع شركائنا من المجتمع المدني. اتمنى ان ده يكون يحرك نقطه في عمليه المشاركه بشكل عام في المنطقه والناس اكتر تستفيد منه. واحنا مرحبين دايما بتعليقاتكم وافكاركم واسئلتكم. شكرا جدا.